السلام عليكم، معكم حسان، وعدنا في سلسلة جديدة، سلسلة ثلاثيات. في السلسلة هذه نجرب ثلاث ألعاب مجانية ونشوف إذا تسوى تلعبونها ولا ما تسوى. قبل ما نبدأ أشكركم بالقناة، أطلق لكم مقطع. Let's go. راح نبدأ بلعبة Prison Life. اللعبة هذه هي الوحيدة في حلقة اليوم راح تكون أونلاين. اللعبة فكرتها أنك تكون ان شاء الله نلقى بس سيرفرات، ما في الا واحد هنا، نجرب نشوف. اللعبة هذه فكرتها انك تبدا يا سجين يا تكون شرطي. والسجين يحاول ينحاس، الشرطي يحاول يوقفه. اوكي، انا اختار الرول مثلا، خلينا نختار نصير حرامية. ما في الا والله ما في ناس الظاهر. اوكي يا عيال، بطلع بدور لي سيرفر ثاني. ان شاء الله القى بس سيرفر فيه احد، هذا فيه اربعة. اوكي نروح له. حلو فيه اربعة ذا. هلا والله صرنا خمسة، كويس. الظاهر نحتاج 11 والانفايت كود 8. اوكي حلو والله، وش السالفة؟ ما ادري، انا اخترت اني اصير حرامي، ما ابغى اصير شرطي. يلا ليتس جو، 11 تكفى. طبعا لازم الهوست نفسه هو اللي يسوي ستارت للجيم، وما ادري ايش فيه. ايوه بدينا. هلا والله انا بريزنر. اسكيب ذا بريزن. اوكي هذول الشرطة، وش السالفة؟ هذا بيرسونال ستورج، هنا احط اغراض حقتنا، بس ما ادري ايش احط صراحة. خلنا نطلع شوف الشرطة ايش عنده هنا. السلام عليكم، يقدر يسوي لي شيء؟ ما يقدر يسوي لي شيء صح؟ اوه ممنوع اطلع. وش السالفة؟ شلون ننحاش؟ اوه اقدر افتش. قهوة، تيب، تعال عطني التيب. Was sent to solitary. في واحد حطوه يا عيال في سجن هذا الحالة، يقعد سجين ما ادري ليش. هلا بالنادي، هلا والله، خلنا نتمرن. عشان لو جاء شرطي نجلده. هو في صندوق هنا فاضي، زبالة ذي الله يعزكم، فيها ملاعق. عطني ملعقة، يمكن نطعن فيها ولا شيء. وش تبي؟ انقلع. اوكي هذا راح يعطينا استامينا لا نهائية. طيب وحتى القهوة اللي معي تعطينا استامينا لا نهائية، كويس. يعني عندنا الحين مشروبين استامينا نقدر ننحاش. اوكي، البلاستيك سبون نقدر نستخدمها اننا نحفر زيت، بلاستيك بليت. طب اسمعوا، احنا لازم نتفق مع اصدقائنا. وين اصدقائي؟ داي 1، تونا في اليوم الاول. هذا صديقي، هاي تعال اسمع بلحقك، انا انت عارف اللعبه اكيد. شلون نحفر؟ تعال خلينا نحفر. تعال يا خوي، معي سكينه، معي ملعقه. احفر. شلون احفر؟ ما ادري شلون احفر. ايوه ماتش كبريت فاضي يا خوي، والله قاعد يلوث كل شيء. الذيبان، حاطين تراب عيال الكلب. لا ما رايح. ريستريكتد اري، هذه اصلا منطقه ممنوعه. ايوه كرافتنج، اقدر اسوي كرافت. تستهبل. نحتاج عصا، نحتاج بلاستيك بليت وودن ستيك. الظاهر انا شايف بلاستيك بليت، الظاهر شايفه فوق في غرفه الحديد الظاهر. هنا في صحن بلاستيك اذكر. وين كان هنا يا عيال؟ انوخذ. الظاهر كان هنا، الله يقلع انوخذ. طب خلينا نشوف داخل عند المطبخ. ايوه الليله الاولى راحت من اصل اربعه. يا شباب شلون نطلع؟ ضبطونا يا شباب. حط اغراضك هنا لان لسه احنا ما راح ننهاش. زبنا هنا عشان بعدين ان شاء الله لما نجمع الاغراض الكافيه نصنع. اختفى خوي، وين راح؟ اوه وش قاعد يعطيني؟ يعطيني كبر. حلو. تعال. شوف قاعد ينزل يا عيال، في تحت الارض يا كلاب. صح عليكم، ايش صار؟ انت اليوم اي والله فيه، وش السالفة؟ أقدر أكسر الظاهر، نحتاج كتر. تعال. أوكي، يقول لي خذ الكبر حقك، حقي اللي هو حقه هو، وحطه خزنه هنا. طيب، شلون أنقله؟ يعني شلون أخزنه؟ ما أقدر أخزنه هنا. هذا ستورج حقي مفروض ولا؟ هذا حقي اليمين. تعال. حطه هنا. حط الكبر. ما أدري إيش فايدته صراحة، بس أكيد إنه مهم. دام يبغى يخزنه، أكيد راح يفيدنا. كبر. أقدر أسوي فيه سيركت بورد. اوكي مشينا ندور صحن. ايوه انترنس كود بارت، هذا كود حق غرفه الظاهر. وات، حاط لي ذي الكلب يا وسخ. انت وسخ يا اخي، انا قاعد اتمرن. وش تبي؟ لا ليش تحبسني؟ وش تبي يا البثر؟ ما قاعد اسوي شيء غلط. قفطني اني ماسك شيء ممنوع. عشان ماسك هذه سوليتيري. تعال لا حطني الكلب. اخذ كل اغراضي يا ورع.
حط في السوليتيري هذا مفروض نقدر نفجر الجدار. بس شلون؟ نحتاج قنبلة الظاهر بومب. نحتاج أول شيء نسوي السيركت بورد، بعدين نسوي البومب هذه بولز وأويل. أويل أنا قد شفته فهو متوفر مفروض في كل مكان. الزبدة الكلب حط لي تراب يشوف لو عندي شيء ممنوع ولا لا، فمفروض أني رميت الأشياء الممنوعة. وينيت كي، يقول I got key. تعال مشينا تحت. شو عندهم تحت؟ انترنس. وين يروحون ذول الكلاب؟ ايوه وش ذا؟ يو نيد رنش، نحتاج رنش يا عيال. اوفيس نحتاج رنش هذا عشان نقدر ندخل. اوكي طب هم نازلين تحت ايش عندهم؟ ايوه هذا اليارد. اوه في اماكن سري. طلعني هنا. هلا بوي هلا بوي. جون سكيبت. في واحد الحاش. لا بيمسكني ذا، هذا بيمسكني الكلب. تكفى فك. وين انحاش؟ وين انحاش؟ جيم ما نقدر بعد. يا عيال شكل الكلب رقى وطلع وسحب علي. يقول في باكج في الليفت يارد. تعال ظاهر هنا. في باكج. اوه مفتاح. وش فايت؟ شو سوي فيه المفتاح ذا؟ وش سوي فيه المفتاح ذا؟ استامينة، حافظ على استامينة. جاني! لا! لا زبنا! يا الكلب! شلون اطلع؟ يا ويسخ! يا حيوان! نزبنا! بيمسكني الوسخ! ما ادري شلون اطلع يا عيال! والله فزنا الزبدة! فزنا لكن صراحة ما ادري شلون اطلع! ما عرفت شلون اطلع، ابغى اتفرج، ابي اشوف الناس شلون يطلعون. ما عندنا اغلاط طبعا، نروح ندور بسرعه. ما في شيء هنا. عطني اويل، عطني القهوه. تعال اشرب القهوه، اشرب. احنا فاضيين استمينا احنا. شوه، روح بسرعه. ملعقه ما اتوقع بحتاجها الحين، بنلقى ملاعق واجد. هذه 100 بعد 100%، تعال عطني اياها. اوكي. لا ظاهر في اكثر من طريقه انك تنحاش، يا انك تنحاش مع الباب، يا انك تنحاش مع تفجر لك شيء، انك حسب انت ايش تلقى لوت. فهمتوا يعني؟ فيها شويه خيارات حلوه. ايوه في هذه الحين بحتاج تيب وعصا عشان اقدر اسوي حفاره لو بحفر. اوه والله هذه اقدر اصنع فيها صح، اقدر اسوي فيها شيء، اقدر اسوي فيها رنش. احتاج قفطني الكلب، قفطني الكلب. يا الله زفت. مفروض اي شيء ممنوع زي كذا، زي هذه البولت ما يسمونها، على طول ارجع احطها في الستورج عندي. ايزي اوكي عرفت مكانها. انا الحين هنا، هي الظاهر عند الجيم. يب روح تحت يمين اخر شيء. يا رب القاها. شوفوا يعني لو ما لقيتها في احد اخذها، في اكيد في احد اخذها، الظاهر في احد اخذها يا عيال. المشكلة ناسي وين كانت، في أي زبالة الله يعزكم. هي يا ورع قاعد يفتشني الكلب. انقلع يا شيخ انقلع، ما لقى عندي شيء الورع. الظاهر أخذوها يا عيال. فتشني توه، فتشني فما أتوقع بيدري إنه عندي شيء. تعال حطها في السل حقك. ويني؟ أنا ويني هنا. تعال هذه مرة ممنوعة الزبدة، فلازم نحتفظ فيها عندي هنا. أص حطها الحين يفتشني بكيفه. الحين نحتاج تيب وعصر وبسوي حفارة. لا بسوي رنش الظاهر. أي شيء يجي تعال. سيركت بورد. تعال. ماتش. في شرطي فوق. تعال. مش هنا بحط السيركت بورد عندي في الغرفة. هلا شرطي كيف حالك؟ الله يستر أغراضي. سيركت بورد عندي. حلو. هنا نخبيها هنا. طيب يقدرون يفتشون هذول الكلاب. احتاج زيت اسوي قنبله. احتاج زيت. اوكي قلت لهم اني احتاج زيت عشان ايش اسوي القنبله. يا عيال احد سنعني بزيت تكفون. اوه هلا والله. انقفطنا الكلب. رحنا عند المدخل ممنوع نقعد فيه. ظاهر الشباب هم اللي يفتحون لي هذه الاشياء، الشبك عشان نقدر نطلع في اي غرفه نبغاها.
يكون معاه رينش هذا ويفتح لي هذا الرينش ويكسر لي الفنتات. زيد تعال اقدر اسوي قنبله الحين. طيب قبل ما نصلح القنبله ابي اعرف شلون اطلع اصلا برا. وش الجدار اللي افجره؟ في هذا الجدار تشوفونه هذا المتشقق هذا اقدر افجره. شلون اروح لما ادري؟ تدرون ابى اصنع القنبله وبحطها في الستورج حقي. طبعا الستورج في مكانين، مكان يقدر ثلاث اماكن او اربع اماكن، هذه الاماكن يقدرون يفتشونها، هذا البوكس الوحيد اللي ما يقدر يتفتش. فخلنا نصنع ونحطه في البوكس اللي ما يتفتش عشان ايش ما ياخذونه مني. اوكي تعال حطه هنا. اوكي طيب I got a bomb. وقلت لهم اني عندي قنبله بس شلون نستخدمها ما ادري. يا حلوين ما في مكان نقدر نقصه شيء حلو. من بداخل انقل انا بداخل من بداخل انقل يا رب. لا مسكني مسكني الكلب. نحتاج كبريت وبولت لو نبغى نسوي الرنش. تعال انتوا سنعتونا يا حلوين ولا لا؟ فتحتوا اشياء؟ والله ما فتح ولا شيء. فتشني يا كلب فتشني فتشني يا كلب فتشني. ادري انك تبي تفتشني. راح 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 ازفنا. خبى خبى بسرعه. لا 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 انقلع. لا 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 وراي وراي الكلب وراي الكلب وراي الكلب. حقير حقير اشوفك يا حقير. انزل انزل تحت الارض تحت الارض. عطني عطني رنش. ايوه ايوه مسوي الرنش يا عيال. حلو الحين عندي رنش. وش افتح وش افتح؟ هول واي. لا ابغى افتح شيء يطلعني برا في الحوش. ما ادري اقدر ولا لا. هذا راح يطلعني على اليارد. تعال وشو؟ ايوه طلعني على اليارد بس كذا. الله يقلعكم. طيب نبغى نطلع برا. شلون نفجر؟ الله يقلع ذا الراس. سواها الديبان سواها الديبان. فتح فتح الشبك فتح الشبك يا عيال. عطني عطني القنبلة عطني القنبلة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا عيال. من الحاش من الحاش من الحاش. يا رب يا رب يا رب. في شقين اذكر. ايوه شلون استخدمه؟ ها؟ اوه 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 بنطلع بنطلع. هزمنا ضلحشنا. رايت سايد اكسبلودد. تفجر الجهه اليمين. رن انحاشوا. يس انحشنا. يوز كيف يا عيال بسنا. انا اللي فوزتهم بالقنبله. والله صح شوف هذه هنا انحشنا. يا باقي احد من اخويانا؟ طيب الظاهر ما بقي احد. ما اشوف احد يلعب فيه. هذا هذا السبيكه. بقول اروح لليارد اللي على اليمين هذه هي. ايوه راح راح داوند. ايوه انحاش انحاش انعاش. كفو كفو بسنا يا عيال. والله حلوه اللعبه صراحه. اللعبه حلوه مجانيه تراها يا عيال. يلا نشوف اللعبه الثانيه. طيب اللعبه الثانيه اسمها بورسلين تيل، يعني حكايه البورسلين. هذه الفكره منها وشو؟ واحد قزم جابته ساحره، ساحره هي اللي جابتنا احنا طلعتنا في الدنيا هذه. بهدف واحد ان نجمع الاشياء الثمينه اللي هي تبغاها. ليتس جو. تشابتر سليبينج نايتمير. يلا. طبعا فكره اللعبه الغاز وما الغاز وكذا. There was a magical cottage. In this cottage lived a witch. She lived alone. Because she had a lot of rooms, she had a plan. She decided to start a bed and breakfast. So she could rent out the rooms. But money was not her goal. What she really wanted
were special items. تبغى اشياء مميزة ما تبغى فلوس بس اشياء مميزة. The only problem was that she couldn't steal the stuff herself. So she needed a janitor. يب تكون ما كانت تقدر تسوي هالشيء بنفسها فجابتنا احنا تحتاج واحد يشتغل عنها واحنا جاردن بورسلين او بورسلين نوم اللي هو الاقزام البورسلين اللي يحطونها الاجانب في حدائقهم فهي رجعتنا للحياة الظاهر عشان نقدر نسرق عنها وعادتنا بالحرية لو ساعدناها اوكي اوكي go now go go get the ابشري ابشري اصبري علي طيب you're not stealing anything you're simply borrowing without asking اوه ما راح تسرق بس بتتسلف بدون ما تطلب اوكي يا الكلبة طبعا القزم متأمل انه يصير حر بعد ما نساعدها صار ما ادري عنها صراحة اوه هذا احنا يا عيال هلا والله هلا بالنوم ايش certain objects are climbable اوكي نضغط عليها سي عشان نقدر نتسلقها طيب خلينا نشوف هنا او شيء هذا اوكي وشو اقدر اتسلق هذا السلم ايوه حلو طب وش تبغاني اسرق طال عمرك عندي ثلاث حيوات اوكي او ثلاث قلوب هولد شيفت ران واطمر اوه اقدر اسحبه واقدر اطيحه برا وداعا يا صديقي تكسر اوه اقدر ارمي بعض هذه الاشياء تشوفون مثلا بطيح هذه والله ولا تحركت اوه اقدر اطمر على مخدة عشان ما يجيني شيء اوكي حلو هذه كلها نصايح بريس ليفت كنترول تو كراوتش اوكي دن اوكي فيزيبيليتي لو كانت العين حمراء اهرب يا حبيبي طيب بسم الله هلا والله اوكي تقول ويلكم لاول يوم لك جينيتر اللي هو اوه عطتني لسة اشياء استخدمها طب خلنا نشوف في ترجمة شيء ما فيه يا طيب يا طيب ايش تبي؟ في هذا الشيء في الارض ما ادري وش هو هل تبغاني اسرقه طيب تقول solve 3 puzzles and bring 3 ingredients to the mortar in the kitchen اللي هو المورتر هذا حق الخلط طيب ايش ثلاث اشياء نسرقها ونحطها في المورتر اول شيء moonlight glistening in the night the painting will be your guide طيب هذا اللغز Moonlight glistening in the night يعني ضوء القمر ما ادري وشو في الليل والرسمة او اللوحة راح تكون هي دليلك طب في شيء فوق تشوفونه والله ما ادري هذه الاولى المهمة الاولى هذه المخدة خلينا نرميها عشان ابغيت اطب اطيح عليها اموري تمام فوق هنا ما في شيء طيب والثاني وشو you can use me to get the right amount of weight يقول لك هتقدر تستخدمي عشان تجيب الوزن المثالي اللي هو ظهر الميزان والثالث bedtime stories are stored away and not can lead the way معناته في كتاب الظاهر في كتاب لازم نبحث عنه وش الاشياء اللي في الارض ايوه نزلنا بسم الله يقول بأخر عن البورسلين ترى ما هو كويس طيب اسبن 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 لا يشوفني هذا اقدر امسكه ما اقدر امسكه هذا يا ورع انقلع يا ورع انقلع يا ورع انقلع هذا وش ذا اللي ينور الظاهر بديني احرك هذا تشوفون في كذا مربعات هذه كاني بديني الفه واغير اتجاه النور او هذول اغيرهم اي والله تعال 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 هذا المون لايت لا لا اسف امسكني الكلب امسكني طيب يلا ما عليه ما عليه في محاولتين زياده لا تعال اسكتي اسكتي جايبتني هنا تشرطين هذا النور يجي من هنا وينعكس على هذه بعدين هذه اوه تكسر اللاعب نفسه عشانها زجاج بورسلين طب لف هذه نخلي اضاءتها تروح هنا جا 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 انقلع انقلع بثر انقلع بثر يقول مون لايت ما ادري ايش painting will guide your way يعني لازم ناظر اللوح طيب خلينا نرقى فوق تعال ارقى ارقى انت انقلع شوي خليك تحت ايوه مكانك شوي خايس انت وشو انت طيح اعطاني شيء
طيح شيء وشو ما أدري. جا 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 جا. تخبى تخبى تخبى. لا ما تشوفني انقلع ما تشوفني. أيوة. تحتها في هذه هذه وشي حياة. قبعة. وين مخدتنا خلنا ننزل عليها. حلو. ممكن تنزلين شوي زيادة المخدة عشان ما تكسر لأني صراحة رقيق أنا. تكسرت. قهر. طب هذا وشو؟ سبنا سبنا. أقدر أطيب بعد ما تكسر كويس. انقلع انقلع تكفى. وش هذول؟ ما أقدر أخذهم بس كذا. مشينا نسوي الشيء الثاني هذه اللي صراحة ضيعتني. نبغى الميزان. مشينا مشينا مع الباب هذا. أيوة. في مخدة هنا طايحة كويس. نبي شيء نتسلقه. الظاهر هذا نقدر نتسلقه. فج 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 فج. انقبضنا 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 يا عيال وخر. وش الخفافيش ذي؟ الله يقلعك الساحر يا كلب. وش ذا السحر هذول؟ انا وش جابني عنده؟ في في طاقية فوق الطاولة تشوفونها على اليمين. يلا انقلع يلا انقلع يلا انقلع. يا الله يا رب يا رب انقلع يا رب انقلع يا رب انقلع. خلاص روح بيتكم يرحم انت بيتكم. اوكي. ما ادري ايش كسرت بس هذا وشو؟ This will make her happy. ايوه ناخذ هذه. طيب هذا الظاهر يلا يقلعك. الظاهر هذا اللي اخذناه تو واحده من الاشياء اللي تبغاها هي. اوكي فلازم لان المخدة قال هذا راح يسعدها فالظاهر لازم نوديها للمطبخ. يو اجين. الكلب انقلع. الله يقلعك. ما مسكني. مسكني الكلب. يعني هذه نوديها للمطبخ ونحطها في المورتر الظاهر. يب يب. هولي ووتر. اوه رجعتني هنا. هولي ووتر شو فيها ذي؟ ظهر هذه تبيها هي. المشكلة ما اقدر اطمر وهذه معي. طب اقدر ارميها؟ اوكي رميتها. وهذه ما ادري وش هي. ارمى ارمى بعد هي. الزبنة الزبنة الزبنة. الزبنة الزبنة الزبنة. وخر ذا عن الطريق. وخر عن ذا وخر وخره. اوه هذا المطبخ هذا المطبخ. وين المورتر اللي هي تبي نحط فيه الاغراض؟ تعال تعال خلينا نتسلق هذه. اوكي. يا دلخ. ورع. ايوه الحمد لله على السلامة. ايوه. هذا المورتر. اي والله هذا المورتر صح؟ هذا حق الخلط الظاهر. لازم نحطه هنا زين. بخصوص هذه الاشياء. اي. هذه الاشياء اللي تلم الحين وش سالفتها؟ شوف الطاقية اللي فوق. جاء 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 سمع التكسير جاء. الله يستر خليك فوق. والله اعطيه ظهري ما ينتبه لي كويس. طب الحين كيف نرقي القطعة ذيك فوق هناك؟ هل ارميها لازم؟ ايوه دخلتها هنا. بسم الله. شو ارميها ذي فوق؟ ايوه. حلو حطيناها فوق بس ما ادري هي اللي يبغاها ولا لا البثر ذا. تكفى انقلع خلنا نتأكد بس اذا صح علي ولا لا. اوكي راح حشوة. شنو نحطه الحين؟ والله اني ما ادري. اوه هذا الميزان يا عيال شوفون. هذا هذا تبيها تبيها ذي. ايوه هلا والله. ايش تبغى اي وحده؟ تبي هذه الظاهر. بس شلون الحين نحطها جوا المورتر؟ تعالي 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 انت شلون احطك جوا المورتر؟ انحطت. اجل مو بهذه اللي تبيها. ايوه انحطت خلاص. ورع انت. حطيناها. اوكي. طب هذه هذه ما تبينها متأكدة؟ هل اقدر احط اي شيء هنا؟ ولا انا قاعد احط اشياء الصح؟ واحدة من ثنتين. طيب خلينا نجرب نشوف باقي اللغز الاخير يا عيال. باقي اللغز الاخير. الله يقلعك انقلع. اوه كان هنا ما دريت. يو بغى يمسكني اخر حياة عندي. تكفى انقلع. في هنا زي صندوق خزنة. اوه نحتاج كود.
والله ما أدري إيش الكود صراحة. تعال 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 عطني هذه خلينا نجربها، يمكن يمكن هي اللي نبيها. والله ما أدري. ارمها دخلها يا ورع. باقي شوي تدخل. ما تدخل ذي. يوه دخلت بس ما أتوقع أنها هي. خلينا نوديها هناك احتياط. تعال تعال خلي خليك فوق تعالي احتياط. ها خليك هناك. حلو حنا الحين باقينا قطع على العموم حقت الإضاءة القمر وما أدري إيش. بسم الله الزبنة. يوه حسبك فطري الكلب انقلع. طيب شو الحل؟ هي هنا بس إيش السالفة ما أدري. هذه ما تتحرك يعني اللوحة هذه مرقمة واحد وهناك اثنين وهنا ثلاثة وهنا أربعة. أوه هذه اللوحة لونها أزرق معناتها هذه أنت تعالي الزرقة عندي هنا عند اللوحة الزرقة صح؟ ظاهر كل إي والله ظاهر على حسب اللون. إلا إلا واضحة واضحة واضحة. تعال 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 خليك واقف هنا يا حبيبي. أوكي نعدلك شوي وأنت يا البرتقالي تعال. ورع إيش موديك هنا؟ تعال. إيوه ثبت ما عاد أقدر أحركه يا عيال. إيوه ثبت ثبت مكانه. طيب باقي الزرقة نثبتها في الدائرة هذه تشوفونها. تعالي تعال تعالي حلو. أوكي تمام يا عيال غير مكانها كذا. وهذا خلنا نغير انعكاسه. تعال لف لف على ذي وهذه على ذي وانت يا حلو لف شوي. دن اوه هلا والله هلا والله. هذه هي يا عيال. طلع طلع طلع. اوه سمعني اعطس وجاء الكلب الغبار نكبني. هذول ينكبون يا عيال انقلعوا اخروا عني يرحم لي والديكم. لا 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 امسكني 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 اشوى. لا لا الكلاب يا الكلاب الله يقلعكم يا كلاب حيوانات. تكفون انقلعوا اخر حياة يا عيال يرحم لي والديكم انقلعوا. لا 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 اخر حياة تكفى لا تمسكني تكفى. ما عاد عندي حياة يا عيال ما عاد عندي حياة. ايوه ضيعته ضيعته. ايوه راحت فوق. حلو مشينا مشينا مشينا. يلا بحط هذه وهذه. سو يو وونت تو بلاي جيم. تكفى 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 انقلع. اي نيد تو بي كويك بيفور هي فايندز مي. ايوه وش هذه؟ اكس 7 7 ام اتش اف واي اي. وش هذا؟ تعال 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 هذا ظهر هذا الكود يا عيال. هذا الرقم السري حق هذا الرقم السري معقوله بي اف. حط دوائر على اشياء. بي اف جي اس بي 6. خليني اصور. انقل 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 انقل, انقل. انقلع انقلع الله لا يوفقك. انت يا بزر طب وش تبي وش تبي انت بالضبط؟ كم رقمك السري؟ 4 5 ست ارقام. اجل والله هذا اللي في اللتر اللي في الرساله. اوه ما في حروف ما في قصدي الا حروف ما في ارقام. هذا 7 شوفون بسرعه قبل ما يجي. لا لا تعطس. لا مسكني مسكني مسكني. Well then, that was a fairy failure. على آخر واحدة يا عيال. نيدا بسويها بسويها. بي جي باقي الجي. مفروض في حرف الجي. هذا حرف الجي. يا ارحم لي والديك. يرحمك الله. تعال. يوه بعدين. اوه شوف السلم منور. طب تعال 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 السلم منور يا عيال. في شيء المفروض المفروض اعطاني شيء يعني. الحين كلهم فوق الاوراق كلها فوق الحين. باقي لنا اللي في الميزان واللي عنده في الغرفه. جاء 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 الدوده جاء. يلا انقلع يلا ما تقدر تشوفني هنا توكل على الله. تدري خليك هنا انا بروح غرفتك الثانيه.
اوكي جبتهم اثنينهم يا عيال تكفى اطلعي. ايوه ترى اطلعت الظاهر تبغى الثنتين كلهم لانهم كلهم كانوا مع بعض، ففي الغالب تبغى الرضاعة وتبغى ذا الاحمر. خلنا وديها فوق. بسم الله، يا سلام يا سلام عليك يا سلام عليك، احلى قزم قسم بالله. تعال وحط حط هذه الاخيرة. صار في شيء غلط. افا اوه شوف يقولك حط الاحمر والدرايت مدري ايش هذه والريشة الثانية او الورقة هذه الثانية. ايوه اوه الاحمر، الاحمر طيحها في الارض. تعال 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 رجع لي اياها. هلا والله بس مكس. ايوه وش قالت؟ Spike the vampire's wine. His glass should be next to the bed. اوه تبغانا نخدره. اوه انت الكلب شناوي عليه ذي. طب وين سريره؟ تقول next to his bed، جنب سريره. Not exactly the fairy tale you wished for, was it? مت يا عيال، مت يا عيال، لا جلطة لا جلطة. اوكي عيال عرفت. الكتاب او الكتب هذه الرسالة بس عشان تنزل لي السلم اللي هنا. شوف ما في سلم الحين اختفاء، لكن انا ما احتاجها. انا اقدر من هنا اتسلق الدولاب ذا زي اول مرة. اوكي بس خلي ينقلع ذا. وطلع عيال هذا سريره، تشوفون هذا التابوت حقه، مصاص دماء هو ما ادري ايش سالفته. سولي سولي المكس. يلا حلو 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 خذيناه. طيب الحين نحتاج نرقى فوق عند الواين حقه. طبعا انا ما مسكن ولا مره الحين وسويتها كلها زين، فبخاطر شوي صراحه. اصص حطيته 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 صح. ايوه اوكي يقول انتظر لين يروح ينام. اوكي حلو حلو حلو. بتنام ولا شلون؟ وين انت؟ نام نام. ايوه تقول تعال لي. اوكي بجيك الحين، ابشري ابشري. طبعا اطلع لها مع هنا مع الباب الرئيسي هذا المفروض يكون فاتح. يا نحشه يا عيال. هاي شلون اجيها؟ تقول قد دنشرز جيب الاسنان. اوكي اسنان تركيب حقه تشوفونها على اليمين على اليسار. اوه كل هذا عشان تسرقين منه اسنانه. الله يقلعك الله يقلع ذا الراس. زعجتنا في الاخير عشان اسنان. يلا اوكي تقول يا عيال اترك الطقم هذا عند البوابه. هذه البوابه. ايوه هلا والله هلا والله، انتهت مهمتنا. قص لا سطرك. ايوه لا يجينا بس من ورا. هلا والله. بعدين ايوه اكزت. هلا والله. The gnome was a very good little boy. With pride he gave the witch the thing she desires most. The witch was so excited she gave the gnome a compliment. You're late. You good for nothing porcelain creature. الله يقلعها بنت الكلب. You brought me the thing I desire most. Yes, that's it. يو بتسوي بوشن شر. My witch, what is that? Perfect. After she was finished, she gave the gnome what he asked for. His freedom. Patience, my dear. Freedom can wait. Go بعد. To the next guest, you little creature. الكلبة. And quick. الكلبة. I turn you back into porcelain. الكلبة ما راح تخليني أعيش. Oh, sorry. Wrong chapter. الله يقلعها. أوكي ما راح تعطيني حريتي. راح تستغلني طبعاً أجمع لها أشياء زيادة. آخ في شابتر ثاني ما في إلا شابتر واحد. والله رايق اللعبة صراحة، أنا جبت تستحق يعني اللعب يعني. العم اللعبة الثالثة. Let's go. اللعبة الثالثة Penelope's Odyssey.
اللعبة فكرتها ان جيردي هذا بينولوبي جيردي مسحوب عليه تركها صاحبه، فيبغى الحين يدور على اثار الصاحب هذا، ياخذ ذكرياته ياخذ اثاره الين ينحاش من المدينة ويلقاه. ليتس جو. اوه الاونر حقها بنت، اوكي كانت تقرا لها قصص البنت. يا عمري وش الجرافيكس يا عيال. اوه لين كان في يوم في ازعاج برا وبينولوبي او البنت اللي مع بينولوبي طلعت مع اهلها على طول مستعجلين وقعدت تستنى يا عمري، لكن في الاخير ما جت. يا قلبي طيب يا بينولوبي هلا والله، فرق الجرافيكس يا شيخ. واو وش ذا بينولوبي والله انك قبيحه، من اللي بيتحكمك خايس. اوف والله طمرتها عالية. اوف ايش اللعبة الخايسة يا عيال. اوه اخذنا هوت دوغ. She used to give me bits of these as treats. كانت تعطيها هوت دوغ يا حبيبي. ورا وقف يشمشم، لما اضغط يوقف يشمشم. ايوه طالع سهم صح. وش فيه؟ اوه الشباك مفتوح، نطلع نطلع من هنا. هلا والله وش العالم العجيب. شمشم شمشم. ايوه هناك الطريق. مشينا مشينا. بينولوبي لا مو بينولوبي، هذه بينولوبي. ايوه يا حبيبي يلا البحث عن الفتاة. بينولوبي من اين الطريق يا بينولوبي؟ سيارة تشتغل شفون. وش ذا حرب صارت. ايوه من الطريق وراء توني جاي من هنا. ايش فيه طاقية. يوك طاقيتها طاقية البنت. لا حرام شو جوعان البينولوبي جايعة مرة تحتاج أكل. يلا روح روح سيدة الطريق سيدة. أوكي مستوى عشان كنا نبغى إيش نشوف الأثار حقتها. I don't feel so good جوعانة. مات الجوع ممدانة هنا بعدين تستهبل. الله يقلعك يا بينولوبي. يلا مرة ثانية انهى اللعبة لا تستهبل. اوكي بعيده بعيده من جديد. طبعا احنا فكرتها وش هي؟ تشم الاغراض لين تلقى بينولوبي، يعني كل ما شمت شيء كل ما لقت اثار لها. فهمتوا؟ يعني الحين نقول روح سيده وش والله العابك خايسه يا ما ادري ايش يسمونك الاونر. طيب مشينا ناخذ طاقيه لان مجوع والله احتاج اكل باسرع وقت يا عيال. شوف انا اكلت الهدوك تو فللني. ايوه هاي طاقيه حقتها حلو. باقي الشنطه والكتاب وما ادري ايش. روح 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 سيده. ايوه في شو الطلقات واضح ان في حرب يا عيال. ايوه كان في طريق. ايوه كان طريق اشوى اشوى. بنموت جوع بينولوبي بينولوبي يا زفت. ماتت ما قدرت شمشم هذه الفالحه فيه. الله يقلعها. الجوع عندها زي الزفت والتحكم زفتين. ايوه ايوه بنطلع اخيرا اخيرا بنطلع. هلا والله تكفون نبغى سناك تكفون. هدوك هدوك هدوك. يا سلام يا سلام. شمي شمي الحين. وين وين الطريق؟ ورا ورا. اوكي ورا زيادة جوا الصندوق. اوه وش هذي؟ مدري ايش ستوريز هور بوكس. اوكي لقينا ساعتها. اوكي اوكي لا توقفين ما في وقت اكل جوعانين حالتنا حالة. يا عمري والله هذه حرب اثار الحرب يا عيال. اخ بينولوبي ضيعتي ماما. يا قلبي عليك. في صناديق هنا شلون تبغاني اخترق الصناديق بدون ما اموت جوع؟ تكفون تكفون والله بموت جوع. الطريق وين؟ ضبار جوا الصناديق ذي. اوكي بسم الله بينولوبي انت تستطيع انت تستطيع. يا كلب حلو الحمد لله على السلامة. اوه ايش هذه وش؟ ما ادري وش هذه. هذه الشنطة تنام فيها كانت. اوكي او دبدوب. الحين وين نروح طيب؟ بينولوبي متنا جوع يا طيبة. الله يقلعكم الله يقلعكم الله يقلعكم. الجوع في اللعبة مصيبة. في هوت دوغ هناك. الله يقلعبها لعبة. ما راح نكملها. راح نوقف هنا. ان شاء الله عجبتكم فكره الثلاث العاب هذه. طبعا الحمد لله اول لعبتين حلوه هذه خايسه. راح نوقف هنا. شكرا استمتعتوا. لا تنسوا تشتركوا بالقناه واحط لكم مقطع. سلام.